أنا منذ قليل صابر الرباعي وأيضا غالي أنا غالي وضيفنا هو غالي جدا هو الدكتور إذا خليل بن صالح. نعود إذا إلى البرنامج وحبينا الدكتور تحكي لنا على الإجازة متاعك في الطب في كلية الطب بصفاقس. هو بعد الخمس سنوات الطب اللي قريتهم في كلية الطب بصفاقس عنا سكون أبيل انترن ميدسان انترن طبيب داخلي مقيم لا مقيم من بعد من الأول طبيب داخلي اللي هو يعمل عامين في على ستة أقسام باش يعمل تكوينه كطبيب عام هذا بالنسبة للانسيان ريجيم دونك مريت بستة أقسام منهم زوز جراحة اللي هما جراحة الأنف والحلق والأذنين وجراحة الماكسيلوفاسيال بخلاف كوني تعديت في الجراحة العامة وانا اكستر دونك كملت زادة في قسم زادة اخر وتعرى برشا اقسام كيما الروماتيزم القلب هذي كل القسم النساء والتوليد وقسم الاطفال وكذلك تلقيت فورماسيون في المستوصفات كانت زادة تجربة حلوة برشا والحقيقه نشكر كل اساتذتي اللي علموني لانه لا فورماسيون دي ميدسان جينيراليست راهي من معناتها نوجه لهم تحيه للاطباء العام لانه فما ناس يقولوا طبيب الاختصاص راهو مختص لا راهو طبيب العام هو مختص في الطب العام لانه ذاك يتسمى طبيب مختص في الطب العام لانه سيتان معناتها دومين لارج والحقيقه نوجه لهم تحيه مش على حد شيء لانه سي ديفيسيل كونو طبيب العام يكون كومبيتون ودايرك تشوف القيروان تعجب الأطباء العامين اللي هما أطباء ممتازين وموش سهل باش يكون واحد طب عام لأنه باش يجمع ما بين الاختصاصات الكل ولازم يعمل التشخيص قبل طبيب المختص. وانت الانترنا في مستشفى بوغاتفا هكا ولا؟ لا مستشفى الحبيب بورقيبة والهادي شاكر. هادي شاكر. هما فما ناس يقولوا في صفاقس فما ثلاثة مستشفيات. هو الحقيقة فما مستشفى واحد والثاني هو الميليتير اللي تزاد. لانه معليش مستشفى واحد هما يقولوا لحبيب بورقيبه والهادي شاكر الوغ هما كيما في القروان مستشفى الاغالبه وابن الجزار اللي هما مستشفى واحد واداره واحده كيف كيف الهادي شاكر والحبيب بورقيبه لكن الافونتاج كونهم بحذا بعضهم لاصقين نفس السور نتاعهم لكن تسميه واحد اسمه الحبيب بورقيبه اختصاصات جراحيه كيما الاغالبه وواحد الهادي شاكر فيه لي زوتر سبيسياليتي دونك كملت العامين هذوما نتاع الفورماسيون وحرصت باش نكون تكون الفورماسيون ان بريوريتي لانه فما برشا ناس يعديو لا ريزيدانا الكونكور دو ريزيدانا يعديوه حتى من العام الاول انا الحقيقه معناتها كملت الفورماسيون هذيا وبعد عديت لكن العام الاول ما حالفنيش الحظ كان عدد كبير من العام هذاك وان بلوس كي تكونساكري برشا وقت كي تعطي برشا وقت للفورماسيون نتاعك ينقص الحظ نتاعك في دونك من بعد تحصلت على الدكتوراه في الطب عام 2004 والحقيقه عملتها برشا اولاد كيما امين كيما برشا صحابي قررنا كنا نمشيو نعملوا الواجب الوطني نتاعنا اللي هو العام الجيش ميليتير والحقيقه كانت تجربه رائعه فيها دي مومون فور نسميهم دي مومون فور حتى في شخصيتي معناتها فيهم دي زانيكدوت فيهم حوايج هكا يضحكوا لكن التجربه الاولى كانت في بنزرت معناتها اربع اشهر شهرين في بنزرت وبعد شهرين في تونس وبعد التجربه الكبيره والصعيبه شويه كانت في قفصه علاش في قفصه بالذات وداير نوجه لهم تحيه كبيره اهالي قفصه وليزانفيرمي اللي خدمت معهم غادي في قفصه لانه من التو يكلموني يحبوني بالكدا وكانت تجربه كبيره لانه كانت فيها جمعه في العياده وجمعه نعملوا سكون ابيل ليفاكواسيون بالهليكوبتر معناتها وقت اللي يجي حادث نطلعوا في الهليكوبتر
كانت فيها رهبة كبيرة، معناتها مش مستنسين احنا نطلعوا في الهليكوبتر ونعملوا ايفاكواسيون للمريض مثلا باش نهزوه اللي هو اكسيدونتي، وكانت مهمة كبيرة يقوم بها الجيش الوطني، ولكن احنا كأطباء لازمنا نوصلوا المريض للمستشفى العسكري سواء بتونس والا للمستشفى بصفاقس. كانت تجربة مزيانة برشا، ودايور شوف نعطيك طرفة، وقت اللي كيما نقولوا وقت اللي يبدا باش تبدا التجربة اول حاجه يقولوا لك الطياره هذيك راهي طاحت غادي قبل ما تبدا تركب، راهي البلاصه هذيك طاحت الطياره. وزاد في فما هذيك الرمي بالكلاشينكوف وقتها دون لو طون، عندنا لازمنا نعملوا الرمي نترينيو على الكلاشينكوف قبل ما نرميو، يعطيونا تحذيرات يقولونا راهو البلاصه هذيا هذيك وين غاديكا راهو مات فلان فلان، وبلاصه هذيك قبل ما تبدا انت تعمل الرمي، لانه دي فوت صاروا بالشوف راهو الانسان كي عملنا التكوين هذاك تكوين صعيب، كونك انت تضرب بالكلاشينكوف وتضرب لكن لازمك تصيب الهدف، ولو انك انت تعمل فوس مانوفر تنجم، وداير هذا اللي صار بالنسبة للناس اللي قالوا لنا عليهم، معناتها أنت مازلت ما ضربتش، يقول لك راهو صار أكسيدون ومات فلان غادي ومات فلان غادي. دونك كانت تجربة، وفما حاجة طريفة برشا وقتها، كونوا داير أنا كانوا مش عطيوني جايزة، معناتها الأول مرة شد 5/5، ثاني مرة 9/10. إيبا من بعد وقت اللي حبيت نحلل الحكاية، سيتي مش انا وفي ثم واحد بجنبي كان يشوت على واحد بجنبي كان يشوت، وكان انا يستخيل لي كوني انا، خاطر مانيش بالحق مانيش واحد لازم يشوف حاجه يتقنها حاجه ما يتقنهاش، معناتها هو بارامون اللي بجنبي عنده مشكله في البصر نتاعو كان يضرب على الجنب، وكانوا الاهداف نتاعي قلت لك كان مشي يكرموني كان الهدف نتاعه هو نتاع ولا نتاعك نتاعي انا فوالا. دونك الحصيله هذه من الحوايج الطريفه اللي صارت في الميليتير، وبعد انتقلت لصفاقس زاد الباز ايريان نتاع صفاقس، وكيما قلت لك باساج انا نشوفه لشخصيتي خلاني اكثر ميور، اكثر حب للوطن، اكثر حب للعمل، انضباط، معناتها دي مومون دو، خاطر الجراح راهو يزمو يكون قوي، شخصيته قويه لانه في يدو حياه الناس، اذا كان ما يكون هش ولا يكون ضعيف ما ينجمش يواصل، لازم يكون قوي ولازم يكون معناتها سون فروا باش ينجم حتى في المواقف الصعيبه. احنا ساعات عمليات كبيره نقوم بها، وهذه تحيه للمجموعه اللي نخدم معاها في مستشفى الاغالبه، الاطباء الكبار اللي نسميهم لي سينيور، كيما سي بلال فايدي، سي باسم زايدي، سي سامي مبارك، مدام سندي سهام، ومدام جيان كريشان، نوجه لهم تحيه. هذوما المجموعه اللي نخدم معاهم توا، وجميع الاطباء اللي هما لي ريزيدون اللي الحقيقه يتحصلوا على تكوين ممتاز في مستشفى الاغالبه، وفرحانين برشا ينجم حتى نهار تعملوا انترفيو مع واحد فيهم يقول لك على القيمه العلميه اللي قاعدين تحصلوا عليها في مستشفى الاغالبه، وبمجهود جميع الاطباء لي سينيور اللي سميتهم توا نشكرهم يعطيهم الصحه، قاعدين يقوموا بمجهود كبير، خاطر احنا الفوكاسيون تاعنا دوبل، معناتها منا نعلموا الاطباء ومنا معناتها نشفيو، نحاولوا نساهموا في شفاء المريض ونساهموا في تعليم المرضى، ونحاولوا لابرونون هذيا نوصلوا له كل العلم اللي عندنا باش يوصل هو النيفو كي يخرج من القيروان يقول عندي ذكريات كبيره. انا ثم طبيب توا في برشا اطباء في سليانه في يقول لك يرحم والديكم ليكيب تاع القروان اللي علمتوني، واللي وهذيك اللي راي فيها نخوه كبيره، في احساس بالفخر كونك انت علمت اطباء، وهذاك اللي نسعاولو ان شاء الله قاعدين نحسنوا كسوسوا سور بلون ماتريال عن طريق الوزاره ولا عن طريق مجهود المجموعه نتاعنا ليكيب اللي سميتهم لك، باش نوفروا اكثر ماتريال باش نحسنوا في الفورماسيون تاع لي جون اللي هما مستقبل غدو الحي ولادنا، باش يداويهم هذوما لي جون. لكن دكتور قبل 2008 قبل ما تجي القروان 2004 الاستاذيه فوالا، هو
فما كونكور، هذا كونكور نتاع الاسيستانا، عديته في 2008 الكونكور داسيستانا. وقتها اون ايتي 8 ولا 9 و اون افي 5 بوست، كانوا ثم 5 دي بوست منهم صفاقس، ولكن ثم شكون كان معدل نتاعو خير مني، نوجه له تحيه سي احمد قيرات رغم اللي هو خذ لي البلاصه نتاع صفاقس، لكن نحبه برشا الشخص هذاك، وقعدنا لتوا عن علاقه مميزه. هو بيدو توا في السعوديه، معناتها طبيب جراح قطاع الخاص في السعوديه، وقعدنا رغم التنافس الاشد اللي كان ما بيني وبينه، قعدنا في علاقه ممتازه سي احمد قيرات، نوجه له تحيه. ومن بعد دونك انا جيت الرابع، وكان عندي الشواء ما بين قيروان وزغوان، صفاقس وتونس لا، ومستير ذوكا صحيح فما شكون قبلي، قعدوا لي قيروان وزغوان. الحقيقه بعد تفكير طويل خممت كوني نجي القروان، وانا فرحان اللي اخترت القروان، لانه يعني من وقتها الانطلاقه بديت في المستشفى الجامعي دونك بالاغالبه 2008، وبديت العمل اخر 2008 ديبي 2009. وبعد الاستاذيه كانت في 2000 بعد 4 سنين الحقيقه، الحمد لله تم تسهيل من عند ربي، بعد 4 سنين وليت استاذ مبرز. انا من 2000 واخر 2013 حتى لليوم استاذ مبرز، وان شاء الله نطمح باش نكون استاذ في اقرب فرصه. وانت تحضر لذلك الملف نتاعك؟ الملف نتاعي سيحضر ولا ايتي ديبوزي، وان شاء الله ربي سهل. مش خالص المبروك. بيان سور بيان سور. نتمنوك النجاح. يعيشك يعيشك. نعم. القيروان قد ما قلنا من البدايه حبيتك القروان، وانت حبيت القروان وتحولت للقروان والمستشفى الجامعي ثم وحده الاغالبه اللي سيادتك انت قريبا مش تشرف على هذا القسم، رئيس قسم بطبيعه الحال في وحده الاغالبه. كيف جات قيد الاجواء دكتور؟ جيت القروان وانت اول مره تجي، وتعرف خاطر مده طويله عديتهم في صفاقس في الابتدائي والثانوي كلية طب صفاقس سيد انا غادي، جيت القروان وانت اخترتها بعد معناتها اللي اخترت القروان، كيفاش لقيت الاجواء وقت جيت القروان؟ هو الحاجه اللي عجبتني في القروان، وراو نسجوا على منوالها برشا ناس في بلدان اخرى بعد التجربه هذيا، اللي هي وقت اللي جيت القروان بديت نتعرف على اصدقاء من امسي محمد علي سعيداني نذكره، السيد هذايا وانت تتفكر وقتها جيت صورت وقتها كان ثم مريض عمل رومارك، هي كيفاش جات الفكره، مريض عمل رومارك هو ربي يشفيه ولا الله يرحمه تو ما نعرفش يظهر لي توفى، لكن عمل رومارك قال شنو هي الوضعيه هذيا، علاش الاسره هكا، وعلاش ما ثماش مكيف، وعلاش وكذا. وقتها انطلقت الفكره، حكينا انا وسي محمد علي وقلنا علاش ما نشوفوش رجال الاعمال والناس الخيرين، وانطلقت الفكره من وقتها، ومن وقتها الى يومنا هذا واحنا نحاولوا، وحسنا برشا حوايج، ناس تعرف السره اختيا معناتها، ودي كليماتيزور معناتها حوايج باهيه للسيرفيس اللي تخليه، خاطر هو شنو الفرق ما بين الخاص والعام؟ هو الخاص والعام هو الفرق في الكاليتي نتاع البريزون شارج، سورتو معناتها الاقامه نتاعو اللي الحقيقه مش باهي كونها تكون ماهيش مريحه ولا تكون، وداير حتى من الناس المساهمين برشا ناس منهم سي محمد، ناس ساهمت بالحق في تحسين القطاع العام، رغم اللي يخدموا ثم برشا اطباء من القطاع الخاص، نوجه لهم تحيه اللي عاونوني وقت اللي اطباء من القطاع الخاص جودي بيان عاونوني باش نحسنوا القطاع العام. قول قايل شنو مصلحتهم؟ مصلحتهم حب القيروان، وافكتيفمون عملنا برشا حوايج، ولتوا انا توا لي بورت نتاع السيرفيس معناتها ما عادش هكاك، كل واحد يحب يدخل لي بورت بالكوموند، تدخل افيك ان كود والا بالبصمه، هذوما حوايج اللي توا هذوما علاش نعملوا فيهم؟ لانه صحيح الزياره باهي للمريض، لكن وقت تولي انارشيك غير منظمه تولي بالعكس تفسد الجو، والممرض ما ينجمش يقوم بواجبه بطريقه علميه وصحيحه،
والزيارة ما تكونش نافعة. معناتها قبل ما نتحدثوا على التجاوزات وانتم عملتوا ليبورت هذوما فيها البصمة فيها كل شيء وذاك الحد ربما من بعض السلوكيات اللي كانت موجودة، سيد أحمد المخلوفي أظن فما أغنية كان أحب عليها الدكتور، هي أغنية عبد الحليم حافظ بحلم بيك، هكا ولا؟ اي نحن ديما تحلم الدكتور ولا؟ ديما نحلم وأنا عندي برشا أحلام تو نحكي لك منهم بعض. بالحق عندي مازلت ديما عندي طموح كبير إن شاء الله يا ربي يتحقق. إذا بحلم بيك عبد الحليم حافظ.